بهدف الترويج والتحسيس للتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين المدينين باشتراكات للضمان الاجتماعي والتي تتعلق بإلغاء العقوبات الناتجة عن التأخر في تسديد هذه الاشتراكات، نظمت صناديق الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني أبوابا مفتوحة ابتداء من 12 إلى غاية 16 ديسمبر الجاري لفائدة أرباب العمل المدينين والعينة من ولاية الأغواط. فيما يتعلق بالأبواب التحسيسية نظمتها صناديق الضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الأجراء، الكاكوبات ولا كاسنوس، في هذه الأيام من اليوم إلى آخر الأسبوع من شهر ديسمبر، من أجل الترويج للتدابير الاستثنائية 12/21 المؤرخ في 25 أوت 2021، والمتعلقة بدفع الديون المستحقة الأساسية على المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي. ويشمل قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي من السنة المقبلة جميع المستخدمين المدينين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالشروط الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية، دفع الاشتراكات السارية وتقديم طلب جدولة الاشتراكات السابقة قبل 31 جانفي من السنة المقبلة. هذه الإجراءات الاستثنائية فيما يخص إلغاء غرامات التأخير الناتجة عن عدم تسديد الاشتراكات الرئيسية. مسوية الوضعية تكون عن طريق جدولة الديون أو عن طريق دفع الاشتراكات الرئيسية، راح يلقاو كل تسهيلات بمجرد اتصالهم بإحدى الوكالات على مستوى الوطن، ومرحبا بهم. بمعنى أنه بمجرد أنه يتقدم المدين إلى أحد الصناديق أو صناديق الضمان الاجتماعي فإنه يسوي وضعيته من خلال دفع اشتراك السنة الحالية أو سداد كل ديونه دفعة واحدة أو سداد الدفع الحالية السنة الحالية مع الاستفادة مع إعداد جدول مريح لبقية. فيما لاقت هذه العملية استحسان المواطنين وأرباب العمل الذين ثمنوا بدورهم هذه المبادرة. أنا كمواطن جزائري أثمن هذا العمل اللي قام به الصندوق الاجتماعي من أجل رفع العبء على المؤسسات والمواطن. وتبقى هذه المبادرة تكملة للعملية التحسيسية التي تنظمها الوزارة الوصية طبقا للأمر الرئاسي 12/21. الضمان الاجتماعي فاعل أساسي للمساهمة في الاقتصاد الوطني.